أعتقد أن النظام لا زال يعول على الحل الأمني، والذي من خلال 30 شهر المنصرمة ثبت فشل هذا الخيار، الذي أدى إلى مزيد من التداعيات الأمنية والسياسية والاجتماعية، وأن الخيار الوحيد هو خيار الحوار الجاد لا يفضي إلى حل يعالج المشكلة السياسية والمشكلة الدستورية في البحرين، والتي مضت عليها أكثر من 4 عقود. المعتقلين الرأي الموجودين داخل المعتقلات في أوضاعهم سيئة، في أكيد محتاجين لرعاية طبية وصحية، وأعتقد أن يعني منع الرعاية الصحية عنهم هذه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وشيء واضح يعني ما حد يقبله ولا حد يقدر يستمر بهالطريقة. الحراك في الشارع راح يستمر، وكل ما زادت الانتهاكات ما أعتقد أن الحملة الأمنية اللي قاعدة تزيد وتيرتي راح توقف انتفاضة الشعب. الشعب يستمر حتى تحقيق جميع مطالب إن شاء الله.